السلام عليكم، حياكم الله يا شباب في لعبة جديدة اسمها سيكرت نيبر. اللعبة هذه نزلت على متجر ستيم مجانا، حاليا بيتا مفتوحة للجميع، وهذه فرصة تعتبر جميلة ان نجربها مع المشتركين. بحط لكم رابط حسابي بالدسكريبشن، وبس اترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. هلا، دقيقة، الصوت هذا عالي. خشيت جيم صح؟ لا والله ما خشيت، بس تابعت المقطع حق ستيم حقهم افهم وش السالفة. خلنا اعطيك الزبدة. في 6 شخصيات هنا باللعبة، كل واحدة لها مميزات. اوكي، وفي سكيلز زي كذا. ايه، كل واحدة لها سكيلز خاص. مثلا فيه عندك الديتكتيف اللي هو المحقق، هذا يكون معاه ماب نحصل فيه المفاتيح. طبعا شوف، اول ما تبدأ يكونون 6 اشخاص على شخصيات اطفال، زين، وشخص واحد اللي هو يمسكهم. انت وظيفتك يعني احنا شغلاتنا نزبن ولا شغلتنا ندور على المفاتيح ونوصل للبيسمنت تحت بدون ما يمسك احد فينا. هذا بدون ما يمسكنا النيبر، هذا الرجال الكبير، الشخصية الكبيرة. اوكي انت الليدر. كم باقي؟ طيب ايه خلاص، باقي الاثنين هذا اللي يحطون ريدي جايز. او نو ليتس جو. نو طلع من الجيم. واحد افا طلعني من هذا. نفس حركتنا، ريفرش و يلا. 1 2 3 كيسي. واحد ادخل عليه. شوفه، روح. خشيت. هلا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كويس حصلنا. معليش يا شباب، ترى اول جيم. حط ميوت ديسكورد. طيب اسمع، ايش خلينا نحط دبل ميوت في الديسكورد نتكلم في اللعبة. يلا اصبر كذا محمد. أيوة. ميوت في الديسكورد، خلينا نتكلم في اللعبة. قلدون. تبون ازود المفاتيح؟ لوكس ما لازم احنا ندور المفاتيح. خلنا نحشر يا رجل. نقص خلنا نحشر. بحط 4 من ذا الأجنبي اللي دخل. Hey stranger, where are you from? Finally got level 2 nigga. Hello. Hello brave. Yeah, how you doing man? You good? Yeah. Like how are you doing? I'm doing fine. خلونا نتفاهم معك. اوكي guys all of us, it's the first game, okay? Do not be try hard, please. You're not here. Don't be serious when you're playing. Don't be a real monster. Play for fun. You are the monster. Yeah, play for fun. Yeah, that's all. Play for fun, yeah. Yeah, let's go. Cut. هلا يلا ستار. انت وين وات برو؟ ليتس جو برو. او ليش كلنا عبيد؟ ليش كلنا عبيد؟ ما عرفتك. This is the neighbor. He's waiting the مثل انجليزي يا شباب. ايش فيك؟ ايش فيك؟ دايم انا النيبر. لا تكفى والله، ما اعرف استخدمه. وش يسوي النيبر؟ طيب هذا اللي يدور مفاتيح النيبر، شلون يمسك؟ لا حول. محمد صدق. طيرت واحد منهم، طيرت واحد. ما يعرفون. انت وانت شخصين. هلا ياكل معك طيب. ها طيب كان بالغدران. لا يا رجال، ايش فيك؟ وش ذا؟ غرة. غراجنا. هذا
والله صعب. تعال يا اوكي. او 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 تعال خذ كشافك يا ابن الحلال. تعال تعال خذ كشافك. تعال يا ابو حميد وين كشافك؟ تعال تعال تويا تعال تعال تويا تعال. تعال علمك وش اللي يرمي. تعال تعال انت وياه. تعال يا محمد تعال. وين يا شباب وين؟ وين يا شباب وين؟ احشرك في الزاوية يا وسط. احشرك في الزاوية. راد دمجت ورا مدمجون. يا شباب دوروا مفاتيح. روح دور مفاتيح. لا طيحته. ها لا يا شباب لا يا شباب مش كذا يا شباب. خلنا نتعود على ازرار اول. الله يردكم. دور مفاتيح يا اخي. اعطاني فرصه ثانيه. الله يردك يا ابو حميد تراك تسمعني. يا كلب. تعال يا خال تعال. لا يا اخي ثقيل دم. تعال الاجنبي تعال. هلا واجنا. معليش. والله ما حد يساعدك يا بص. الو. نقصنا واحد منهم. لازم ازبن شوي و يا اخي وش الاسلحه اللي معي انا؟ اي حلو. فخ الله يخرب بيتك يا ابو حميد. روح ادور على مفاتيح. لا لا ما ينفع كذا والله ما ينفع. خلنا نعطيهم مجال يدورون على المفاتيح. نصيد واحد الحالة. يا رب احصل واحد الحالة. بس انا خوفي انهم يفتحون الابواب لازم اشيك القفل. لا والله باقي لسه ما فتحهم كلهم. الحين عرفوني انهم يعرفون. هذا وانتج الزق. الله يردك يا محمد. ودي اصيده بس. يا اخي كذا ما ينفع والله ما ينفع. بس اني لسه ما اعرف الازرار. حلو الفرص ما تخلص. باقي اثنين منهم بس ما اتوقع. لازم يدورون على المفاتيح. احسهم ما دوروا على المفاتيح بشكل كافي. باقي مفاتيح. باقي اثنين لازم يحصلون. ما باقي وقت. تعال يا محمد. اربعين ثانية. صعب صعب التحكم. الشباب صراحة مش فاهمين. الشباب والله مش فاهمين. لازم انهم ما ينشغلون معي. لازم انهم يدورون على المفاتيح وضاع عليهم الوقت. فالموضوع هذا كله اللي يصير لصالحي الحين. بيخلص الوقت وبفوز. هم الظاهر ما فهموا الموضوع صح. بس خلنا نحط رنفخين هنا.
فيكتوري. فزت عليكم. فزت عليكم يا مسخرة. يا أخي يا أخي. لا لازم لازم تحصلون مفاتيح. ما حصلت شيء. أنا شغلتكم. اسمعوا لازم في شخصية أنا بأخذها، في شخصية هو يحصل المفاتيح هذا. في شخصية إيه يكون معها ماب. وبس يا شباب هذا اللعبة باختصار، في شخصيات كثير ما جربناها ممتعة، ولا تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع، وإن شاء الله نشوفكم في بثوث مقاطع جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.